تفاصيل أكثر مشاهدينا بهذا الشأن. ينضم إلينا من دمشق الدكتور أحمد حاج علي، الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا دكتور أحمد. بعد أن تم عقد المصالحة في الغوطة الشرقية، كان من المفترض أن تتوجه قوات دمشق إلى الجنوب السوري التي تسيطر عليه طبعا داعش وجبهة النصرة، ولكن لم نشهد ذلك، بل اتجهت قوات دمشق إلى بلدات القلمون الشرقي. ما هي أو ما لماذا اتجه قوات النظام إلى القلمون الشرقي؟ لماذا؟ مع أن الجنوب السوري كونه أكثر أهمية وأقرب من العاصمة دمشق. نعم، أولا أهلا وسهلا بكم. ثانيا أهلا بك. يعني لي رجاء بأن لا يستخدم مصطلح النظام، هذه دولة وهي دولة لنا ولكم ولكل إنسان شريف. على كل حال هذا شأنه. نعم دكتور أحمد، نحن أيضا نحترم رأيك، تفضل. نعم، إنما هنا ألجأ إلى الإجابة عن سؤالك الكريم. تفضل. فهذه المنطقة في القلمون الشرقي منطقة هامة، وكانت كل الظروف مهيئة فيها لكي يخرج الإرهاب، سواء كان باحتمالات ظهار القوات المسلحة إلى هناك أو بالضغط الشعبي القائم هناك في جيرود وفي الرحيبة وفي سواها منطقة، ويعلم الجميع أنها كانت منطقة تجمع لأنها مفتوحة. نعم. على البادية وعلى القلمون الغربي وعلى طريق دمشق حمص و إلى الشمال وإلى الجنوب وصولا إلى السلامية. كل ذلك إذا هذه الحالة بضغط القوة دون استخدامها فعليا، وكانت الأولوية لهذه المنطقة لأن نريد أن نتقرر للجنوب سواء كان في الحجر الأسود أو في اليرموك. تمت هذه المسألة وتوافق الجميع على أن يعني يخضعوا لنفس الشروط التي جرت على أبناء هذه الفصائل في دوما وفي الغوطة الشرقية، أي تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وترك الخيار لهم بأن يذهبوا باتجاه جرابلس أو إدلب أو أن يبقوا هنا. ورأينا حالات كثيرة استعادت فيها بعض العائلات أولادها وعادوا، وكان هناك كان هناك حتى محاولات اختطاف ضمن الباصات، يعني نزلوا من الباصات، والآن المنطقة دخلت إليها الفعاليات الرسمية سواء كانت قوى الأمن أو المؤسسات والمصانع والبنية التحتية، والأمور بخير إن شاء الله. من هنا نرى أن العملية أدت هذه إلى أن يعني تؤمن هذه الخاصرة تماما، سواء كان من عمق البادي وصولا إلى الخط الطريق العام دمشق حمص، وبالتالي أن يتفرغ الجيش ويتفرغ قواتنا المسلحة بالكامل لخوض المعارك الدائرة حتى الآن في منطقة الحجر الأسود ومنطقة اليرموك وما يتبعها في منطقة الجورة ومنطقة الأساي وسوى ذلك، وهي هذه المناطق في جنوب دمشق يعني حساسة للغاية لأنها مكتظة بالسكان، ولأن فيها الآن التنظيمان الإرهابيان المدانان دوليا، حيث لا نقاش ولا حوار معهما، هما داعش والنصرة، ويعلم الجميع بأنه بقرارات الأمم المتحدة بموجب هذه القرارات فأنه لا يمكن الحوار. وهذه النقطة التي الآن تشكل عامل الاختلاف عما سواها. بالمناطق الثانية كان هناك إمكانية لإجراء المصالحة على سبيل المثال جيش الإسلام رغم إرهابيته، ولكن كان خاضعا لتخفيض مستوى التوتر، وبالتالي تمت هذه الحالة من التعامل معه. أما هنا فلا يوجد مجال إما الاستسلام أو الدخول في معارك وليتحملهم هذه المسؤولية. المعركة محتدمة إلى أبعد حد، وتقدم العسكري السوري متواصل مع كل يوم بل مع كل ساعة. تم تحرير مناطق في كثيرة في منطقة الجورة بحدود شيء 40%، وفي منطقة الأسالي أيضا بنفس النسبة وعشرات الكيلومترات في العمق. وهناك حالة من إجراء كأن العملية جراحية بحيث أن يتم رصد مقرهم ومقر القيادات ومراكز
التحكم ومصادر الأسلحة. نعم دكتور أحمد، هذا كان واضحا من خلال تقدم قوات دمشق على أطراف مخيم اليرموك وأيضا الحجر الأسود، لكن هذه العملية العسكرية هل ستستمر أم أننا سنشهد اتفاقيات لتسوية بينكم وبين تنظيم داعش كما حصل في البلدات في القلمون الشرقي؟ نعم، أولا شكرا لك على هذا السؤال. هنا الفاصل والعلامة الفارقة، لا تسويات مع هؤلاء، إما أن يستسلموا أو أن يتلقوا يعني وعدهم كما يقال، لأنهم هم هذه التنظيمات الإرهابية، جبهة النصرة وداعش، وبموجب كل الحالات الوطنية والحقوق الوطنية وقرارات الأمم المتحدة في جنيف وفي مجلس الأمن وفي السنة وفي كل المحافل الدولية، هذه التنظيمات مدانة ولا يمكن إلا أن تباد، وليس فقط بالأشخاص وإنما أيضا بالقيم والأفكار والأيديولوجيات المسمومة التي تبثها. ولذلك نجد أن الأوامر صدرت لهم لمن يشغلهم، بعض ينتمي للسعودية والبعض ينتمي لقطر والكل ينتمي للحاضنة الأمريكية والإسرائيلية، كل ذلك جاءت أوامر بأن يبقوا وأن يقاتلوا حتى الموت، لكن أعتقد بأنه تم تصديع هذا الموقف، لأن الإنسان في النهاية حينما لا يوجد ثمن لهذا الموت يختار أن يبقى على قيد الحياة بأي شرط من الشروط. أعتقد أن الساعات المقبلة ستشهد تحولات كبرى بطريقة الاستسلام، الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تسلم، العناصر يستسلمون، لكن العقدة الأساسية أن هناك قيادات أجنبية سواء كانت عربية أو عالمية، وهناك خبراء وهناك قيادات من الصف الأول من تنظيم داعش، أن تنظيم داعش لم يبقى له من موضع إلا في يلجأ إليه، لا في العراق ولا في سوريا إلا في هذه المنطقة المكتظة بالسكان. ولذلك نجد أن الحالة العسكرية في أقصى حالاتها الآن، أقصى مستوياتها ضد هؤلاء الأرهابيين، ولا يترك لهم، وقد تقطعت الأوصال بهم وقطعت وسائل التواصل الاجتماعي والسلكي واللاسلكي. ولذلك بقيت فقط عملية إنجاز حالة الانتصار عليهم، وسوف نرى بأنهم بالجملة سوف يستسلمون. دكتور أحمد، لنتحدث عن الجنوب السوري، كان بعد أن يتم إغلاق ملف الغوطة الشرقية سيتوجه قوات دمشق إلى الجنوب السوري، ولكن تقارير عدة قالت وتحدثت بأن واشنطن وجهت تحذيرا لدمشق تحظر عليهم فتح هذه الجبهة، ما صحة هذه التقارير وهذه الأنباء؟ أمريكا هذا موقفها، لا تقدم لنا تهديدات، وأن قدمت فلا تعنينا، لأن هذه القصة هي بالأصل وجودها تهديد للوطن السوري بجميع مكوناته واتجاهاته وفصائله وسكانه وشراع سكانه وآرائهم وتوزعاتهم، لا فرق، يعني كلنا تحت الخطر الأمريكي الإسرائيلي. هذا المشروع نعم حاولوا أن ينهضوا به في هذه اللحظة منذ الغوطة الشرقية وخاصة في دوما، وأن يقولوا بأن هناك عودة للقوى الإرهابية هناك، ولا سيما بعض المسميات في الأبابيل الحوراء ومثل اللواء التحرير وأسماء كثيرة. وبالتالي دخل الكيان الإسرائيلي على الخط، ودخل النظام الأردني مع الأسف على الخط أيضا، وجرى محاولة تجييش مثل قوات العشائر، قوات أحمد العبد. نعم، هذا الشيء جميعه شهدناه في الفترة في الآونة الأخيرة. طيب، هل صحيح بأن الحل في الجنوب السوري ستتولاه أمريكا؟ طبعا ستتولاه فقط لإرضاء إسرائيل؟ لا، لن يحدث هذه المواجهة، كانت مع الأرهابيين بذاتهم أو مع الأمريكيين. الأمريكيين يسعوا من خلال قاعدة تنف، لماذا خلقوا هذه القاعدة وامتداداتها وخلقوا بعض يعني المسائل العسكرية كالمطارات أو النقاط العسكرية هناك في هذه النقطة التي تلتقي فيها الحدود السورية والأردنية والعراقية والسعودية أيضا؟ هذه الغاية. ولكن نقول بأن هذه المسألة يعني يعد إلى المليون قبل ما تحدث، لأنه أولا هناك عامل الإرادة الوطنية، هناك عامل
الحلف القوي الذي يجمعنا خاصة مع روسيا الاتحادية وإيران الشقيقة والمقاومة. ثالثا هناك تجربة لدى الأمريكان لأن عليهم أن لا يكرروها كما حدث في إحضار النعوش وإحضار الأكفان معهم كما حدث في العراق وفي أفغانستان، وهذه لها بوادرها الآن، ليست ما تزال حلما، لا، لقد حتى الآن قتل أكثر من 40 عسكري من القوات الأمريكية وأسقطت طائرة لهم أيضا في المنطقة الشرقية الرقة ومنطقة الشرقية الفرات. كل ذلك التجربة ما زالت قائمة، وأمريكا لن تغامر وهي المنهكة وهي المحاصرة الآن بكل ما فيها من الداخل وكل ما فيها من العلاقات الدولية، وعلى سبيل قصة العلاقة مع إيران الشقيقة في مسألة السلاح النووي. كل ذلك يؤدي إلى عوامل. نحن على كل حال هذا شأنهم. نعم دكتور أحمد، نعتذر لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات أحمد حاج علي، كنت معنا من دمشق.